اما نيجي نتكلم على النيورال تيوب او ديفلوبمنت اوف ذا نيورال تيوب، لازم افتكر ان في الكرونيك فيسكل ستيج في الاسبوع الثاني كان الامبرو عباره عن طبقتين، طبقه اكتوديرم وطبقه تانية اسمها اندوديرم. وبعدين الاكتوديرم دي خد بالك معايا، لو ده قطع فيها يعني ده قطع في الاكتوديرم ده قطع في الاندوديرم، لكن لما اخد الاكتوديرم كطبقه يطلع شكلها عامل كده اهو، ده الاكتوديرم كده كويس. الاكتوديرم يحصل ديفرنشيشن للسيلز فيها، يعني ايه؟ السيلز بتاعت الاكتوديرم تبتدي تتخصص، بمعنى الجزء السنترال بارت بتاعها ده اللي الجزء الاوسط هيبقى هو ده اللي هيديني النيرفس سيستم، واللي بيسموه نيورال بليت، ده كل ده بيسموها نيورال ايه؟ بليت. ده بياخد الاسم بتاع نيورو اكتوديرم. موقعه فين؟ قال لك مش انت الاكتوديرم كان ادانا الاول بريمتيف ستريك، وبعدين دي بريمتيف نود فوق البريمتيف ستريك، والبريمتيف نود الجزء ده يبقى اسمه نيورو اكتوديرم، ده اللي هيديني النيورال بليت اللي هتديني بعد كده نيرفس سيستم. بقيه الاكتوديرم ده اللي هيسموه سيرفيس اكتوديرم اللي هو الجزء ده، او الكفرنج ايه اكتوديرم. احنا هنا هناخد قطاع في الاكتوديرم كده، قطاع عرض في الاكتوديرم هيبان ده نيورو اكتوديرم اللي هو ده، وده الكفرنج ايه اكتوديرم. النيورو اكتوديرم ده عامل لي نيورال بليت. نيورال بليت ايه اللي هيحصل في نيورال بليت دي بقى؟ النيورال بليت دي الخلايا بتاعتها هتكتر اكتر، فهتبتدي الخلايا بتاعتها تكتر اكتر، تروح نازله لتحت الخلايا بتاعتها كده، تروح عامله لي جروف اسمه نيورال جروف. نيورال جروف الايدجز او الحواف بتاعتها تبتدي تقرب من بعضيها كده وكده، ونيورال جروف تنزل لتحت كمان لحد الايدجز ما تقابل بعضيها، تعمل لي حاجه اسمها نيورال تيوب، تعمل لي في هذه الحاله ايه؟ النيورال ايه تيوب. بصوا ادي المنظر عندي اهو، ايوه ادي نيورال بليت اهي، راحت عامله نيورال جروف اهي. النيورال جروف دي الايدجز بتاعتها عامله لي نيورال فولد، اللي هي دي النيورال فولدز هتقرب من بعضيها كده وكده، النيورال فولدز دي تقرب من بعضيها اهي. وبص الاقي السيرفيس اكتوديرم برضو اللي هو ده وده اللي هو ده وده يقرب من بعضه، بحيث كل ما النيورال تيوب تنزل، ادي النيورال تيوب تنزل، النيورال فولدز تقربوا من بعض، النيورال فولدز يلزقوا ببعض ويعملوا لي نيورال كريست. الناحيه دي ودي اسمهم ايه؟ نيورال كريست. والنيورال جروف دي تروح عامله لي هنا نيورال تيوب، تبقى في هذه الحاله هتبقى اسمها ايه؟ نيورال تيوب. يبقى ده نيورال تيوب، ودي الجزء ده الاحمر ده اللي هيسموه نيورال ايه؟ كريست. واللي بره ده اللي هيبقى الكفرنج ايه؟ اكتوديرم. يبقى ده اللي اسمه كفرنج اكتوديرم. يبقى ده نيورال بليت، وهنا نيورال جروف. نيورال جروف تعمل نيورال تيوب، نيورال تيوب ادي بقت نيورال تيوب، وادي نيورال تيوب، وادي الكفرنج اكتوديرم، وهنا النيورال كريست تقسم اتنين، واحده الناحيه دي واحده الناحيه الثانيه. الكلام ده انا شايفه في قطاع، يعني ده قطاع في الاكتوديرم، نيورال جروف، نيورال جروف، نيورال تيوب، نيورال كريست، سيرفيس اكتوديرم، لكن في الحقيقه مش في القطاع. يبقى شكله ايه؟ ابص الاقي في النهايه كون عندي تيوب اهي اسمها نيورال تيوب اهي، كل دي اسمها نيورال تيوب، وبعدين هنا على الجنبين بتوعها على كل نيورال تيوب هنا واحده اهي وواحده اهي، دي خط احمر الناحيه دي وخط احمر الناحيه الثانيه، الخط الاحمر ده الخط الاحمر ده اللي احنا بنسميه نيورال ايه؟ كريست. يبقى بدايه النيرفس سيستم تبقى الاول نيورال، اول حاجه تبقى نيورال بليت، ثم نيورال جروف، كله طالع من الاكتوديرم. يعني الاول خالص يبقى كله اكتوديرم، الاكتوديرم السنترال بارت بتاع الاكتوديرم يعمل لي نيورال بليت، واللي باقي ده كله يعمل لي كفرنج اكتوديرم، النيورال بليت ده يعمل نيورال جروف، يعمل لي نيورال تيوب، الايدجز بتاعته اللي هي نيورال فولدز تعمل لي نيورال كريست، وادي نيورال كريست، وادي نيورال كريست بتبقى حته واحده، بعدين نيورال تيوب بعد ما بيتكون نيورال كريست تبقى جنبها على الناحيه دي نيورال كريست، والناحيه الثانيه على نيورال كريست. يبقى في العادي بقى مش في القطاع، يبقى عندي تكون النيورال تيوب وده نيورال كريست، والتاني ده اسمه ايه؟ نيورال كريست.
يبقى ادي نيورال تيوب وادي نيورال كريست وده نيورال كريست. النيورال تيوب الجزء الاعلى منها الكيفاليك بارت وده اسمه كودال بارت. كيفاليك بارت تطلع فيها اتنين كونستريكشن اختناق واختناق. فبص الاقي الكيفاليك بارت تعمل لي ثلاثة فيزيكل، يعني اتنين اختناق يعملوا ثلاثة فيزيكل. الفيزيكل الاولاني اسمه فور برين، الفيزيكل الوسطاني اسمه ميد برين فيزيكل، الفيزيكل الثالث اسمه ايه هايند برين، والجزء الاسفل ده اللي هيديني السباينال كورد. يبقى النيورال تيوب اللي هي اكتوديرمال ان اوريجين اللي هي جايه من نيورال بليت دي هتعمل لي الكيفاليك بارت بتاعتها او الجزء العلوي بتاعها هيديني البرين، والجزء السفلي بتاعها هيديني نيورال تيوب. الجزء العلوي اللي هيديني البرين هيديني فور برين، هيديني ميد برين، هيديني هايند برين، وبعدين على الجنبين هيبقى في خطين من سيلز